الاختراع. تحركات احتجاجية اليوم في تونس إحياء للذكرى السنوية لطوفان الأقصى ودعما لعمال فلسطين في اليوم العالمي للعمل اللائق. وفي الذكرى الأولى للحرب على غزة، الاحتلال الصهيوني يكثف قصفه على القطاع والمقاومة تكبد العدو المزيد من الخسائر. وتتابعون إثر النشرة: طوفان الأقصى وحرب الإبادة على غزة، التداعيات الميدانية والسياسية. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية اليوم على الساعة 7 مساء في ندوة صحفية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة. في الأثناء تتواصل عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات فيما انتهت في أغلب الولايات وأسفر عن تقدم المترشح قيس سعيد. وكانت النتائج التقديرية لسبر الآراء لمؤسسة سيجما كونساي أشارت إلى حصول المترشح قيس سعيد على 89.2% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية داخل تونس، يليه في المرتبة الثانية المترشح العياش زمال بنسبة 6.9%، وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي ب 3.9% من الأصوات. هذا وأفاد عضو هيئة الانتخابات بالقاسم العياشي للأخبار أن نسبة المشاركة الجملية في هذه الانتخابات ارتفعت بعد آخر تحيين إلى 28.9%. تلقت عملية العد الآلي والعد اليدوي منذ البارحة، وهي متواصلة وعلى وشك الانتهاء. بعد عملية العد ترفع إذن المحاضر الجملية إلى مجلس الهيئة ليتداول فيها خلال جلسته هذا المساء على الساعة 6 مساء للتداول والمصادقة على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وتكون ندوة صحفية على الساعة 7 للإعلان على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024. وبعد التحيين بلغت نسبة المشاركة إجمالي في داخل الجمهورية وفي خارجها 28.9%. عضو الهيئة بالقاسم العياشي أكد أن الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد تمت في ظروف عادية ودون تسجيل إخلالات كبرى. عملية الاقتراع انطلقت بالأمس الأحد 6 أكتوبر على الساعة 8، أين فتحت جميع مكاتب الاقتراع وعددها حوالي 11,000 مكتب اقتراع في جميع ربوع الجمهورية. تمت عملية الاقتراع بصفة عادية وبكل سلاسة. تم تمكين الملاحظين وممثلي المترشحين من النفاذ وحضور سواء عملية الاقتراع أو عملية الفرز عند غلق المكاتب. كانت بعض الخروقات البسيطة، لم تكن هناك إخلالات. في الإطار نفسه، قدمت اليوم الجمعيات المشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المنتظمة أمس خلال ندوة صحفية قدمت تقاريرها حول ملاحظة يوم الاقتراع. وفي تصريح لزياد حسني أفادت مديرة البرنامج الانتخابي بجمعية شباب بلا حدود أمال بن خود أنه تم رصد نسبة إقبال مقبولة عموما مع تسجيل مشاركة مكثفة للنساء، وأن حوالي 50% من مراكز الاقتراع لم تكن سهلة النفاذ للناخبين من ذوي الإعاقة. نسبة إقبال الناخبين كانت مقبولة نسبيا مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة، وحتى مشاركة المرأة كانت مقبولة، لكن للأسف كالعادة سجلنا نسب ضعيفة لإقبال الشباب على العملية الانتخابية. بالنسبة لأهم الاختلالات التي تم رصدها، رصد 86 حالة لدعايات انتخابية تمثلت في عدم إزالة المعلقات الانتخابية والصور للمترشحين في عديد الولايات،
حالات في محيط مراكز الاقتراع، 7 حالات لمحاولات توجيه للناخبين في مراكز الاقتراع. كذلك لاحظنا أنه حوالي 50% من مراكز الاقتراع اللي تمت تغطيتها لم تكن نافذة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. مديرة البرامج مع المركز التونسي لمتوسطي أحلام منوبية القروي أفادت أن المركز رصد نقصا في المواد الانتخابية الحساسة بولايتي تطاوين والقصرين. أهم النتائج نتاعنا أنه كان فما نقص كبير في المواد الحساسة للانتخابات بنسبة 300 ورقة اقتراع بالنسبة لعدد الناخبين في مكتب اقتراع في ولاية القصرين. رصدنا نقص في 15 ورقة في ولاية تطاوين. المركز ما رصدش حتى حالة عنف داخل مراكز الاقتراع وإلا حتى في محيطها، كيف لا تم سماح الملاحظين وملاحظاتنا من الدخول إلى مراكز الاقتراع في 9 ولايات، إلا أنه رصدنا 3 حالات تم منحهم من الولوج إلى مكاتب الاقتراع وهذا في وقت الفرز والعد، وتم تدارك حالتين منهم. 34% فقط من المراكز اللي تم استهدافها في المناطق هذه كانوا رئيساتها نساء، 30% من مراكز الاقتراع اللي استهدفناها كانت غير نافذة للأشخاص ذوي وذوي الإعاقة، نسبة الإقبال للنساء كانت مقبولة ومحترمة نوعا ما. من جهته أكد المدير التنفيذي لمرصد شاهد النصر الهرابي أن جميع الخروقات التي تم تسجيلها تعد عادية ويقع تسجيلها في أي محطة انتخابية، داعيا هيئة الانتخابات إلى مزيد الانفتاح على الجمعيات. نسبة المشاركة تطورت 28.8 بهامش خطأ 0.5. المجريات يوم الاقتراع صارت بسلاسة إلا بعض الخروقات والتجاوزات اللي هي قد تقع في أي محطة انتخابية اللي لاحظناها، سواء في نقص في عدد بطاقات الاقتراع أو نقص في قائمات الناخبين أو المزج بين مكتب ومكتب آخر دون أعلام الناخبين. الفترة اللي تعدت صار فيها نسق تصاعد الانتخابات، أنها تفتح أكثر على المجتمع المدني وأنه تعتمد أكثر على ملاحظي المجتمع المدني. الناس كلنا نتحمله كمجتمع مدني وكأعلام وكدولة أنه ما راغبناش. النسبة الأولية للإقبال على التصويت توزعت حسب الجنس بين 58% من الرجال و 42% من النساء، وحسب الفئة العمرية بين 6% للفئة العمرية بين 18 وال 35 سنة و 65% للفئة العمرية بين 36 و 60 عاما و 29% بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 60 عاما. قراءة في هذه النسب في الورقة التالية لأحلام الجسمي. نسبة الإقبال الأولية على التصويت للانتخابات الرئاسية اعتبرها الأستاذ في علم الاجتماع سامي نصر مرضية، ولكنها تستوجب تقييما خاصة بالنظر إلى قراءتها حسب الفئات العمرية وتسجيل عزوف ملحوظ للشباب. نسبة المشاركة تعتبر مرضية جدا، لكن نصنفوها حسب متغير الجنس والجهة والعمر، هي عبارة عن رسائل مشفرة لنا احنا كلنا. الخطير فيها هو كونه نسبة مشاركة الشباب 6%، يعني 94% من الطاقة الشبابية ما شاركتش في الانتخابات. هي بيدها نفس الفئة في 2019 هي اللي عملت الفارق. اليوم لقاو عنده ظاهرة العزوف. قبل الثورة كان فما رفض للواقع مع خوف، وكانت نسبة العزوف 85%. بعد الثورة اتنحى هذا الخوف وعاود رجع الأمل للشباب التونسي. اللي صاير اليوم يعني 94% من الشباب اليوم عنده عقلية اليأس، وبكنا نعرفوا كم الظواهر الاجتماعية راهي مربوطة ببعضها. الشباب هذا هو اللي يحرق، هذا هو اللي يمارس في مختلف أشكال العنف. إذا اليوم احنا عندنا أزمة شباب، حكومة اليوم لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية نتاع الشباب اليوم. شنو اللي يلزمني أنا نقدم باش نعاود نكسب الشباب هذا مرة أخرى؟ بعض كل جرعة نتاع الأمل. يعني النتائج اليوم نتاع المشاركة صحيح فما جانب نتاع فرحة، لكن زيد فما جانب آخر نتاع تقييم نتاع وضع استراتيجي كامل. يبقى السياسي إذن مرتبطا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية ما عكسته نسب الإقبال على التصويت. وبانتهاء هذه الانتخابات الرئاسية تدخل تونس طورا جديدا نحو استكمال بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
استجابة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العربي للنقابات في الدعوة إلى التوقف عن العمل في مختلف الهياكل والمؤسسات لمدة 15 دقيقة دعما للعمال الفلسطينيين ورفضا لكل أشكال الانتهاكات لحقوق العمال في اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يتزامن هذه السنة مع أبشع الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني في غزة. نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تجمعا أمام مقره ببطحاء محمد علي على أن تنتظم مسيرة وطنية عشية اليوم بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين، وفق تصريح الناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري لكوثر العرقوبي. اليوم عمال تونس في العاصمة في كل مكان عندهم وقفة ب 15 دقيقة في مؤسسة العمل توقفوا على العمل، وأيضا باش يقع تجمعات واجتماعات لإيصال رسالة معنوية إلى عمال فلسطين وإلى الشعب الفلسطيني ككل، وخاصة أنه اليوم 7 أكتوبر هو الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى بما فيه من دمار وإبادة جماعية، ولكن أيضا المقاومة لم تتوقف وفلسطينيون صامدون، فالمناسبة مناسبتين، 7 أكتوبر ذكرى الأولى لطوفان الأقصى و7 أكتوبر اليوم العالمي للعمال والعمل. مساء ثم مسيرة الساعة الرابعة مسيرة مع المجتمع المدني ومع كل مكونات اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين مع التنسيقية الوطنية لمقاومة التطبيع ومع عديد من المنظمات والجمعيات اللي بتكون مع بعضها لإحياء ذكرى الأولى لطوفان الأقصى وفاء للشهداء وأيضا دعما للمقاومة الذي يجب أن تستمر. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. وفي الذكرى الأولى لبدء الحرب على غزة جدد الاحتلال الصهيوني قصفه العنيف على القطاع المحاصر الذي خلف العدوان عليه عشرات آلاف الضحايا ودمارا واسعا، يأتي ذلك فيما واصلت المقاومة تصديها لقوات العدو وتكبيدها المزيد من الخسائر. هاجر حماس ومزيد من التفاصيل. جوا وبرا وبحرا قصفت آلة الحرب الصهيونية اليوم مجددا مخيمي البريج ونصيرة ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. وقال جيش الاحتلال إن قوته بدأت صباح اليوم هجوما على جميع أنحاء القطاع بدعوى إحباط ما وصفها بتهديدات فورية في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، وذلك بالتزامن مع إصداره أوامر إخلاء جديدة لبلدات ومناطق عدة في شمال القطاع منها بيت حنون وبيت لهيا وجبالية. كما أصدر جيش الاحتلال اليوم تهديدات لمستشفيات الاندونيسي والعودة وكما العدوان بضرورة الإخلاء الفوري أو القصف. ووفق وزارة الصحة في غزة ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و137 مصابا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع إلى 41,909 شهداء و97,303 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي. في المقابل أعلنت كتائب القسام اليوم قصف تل أبيب بضربة صاروخية وإيقاع قتل وجرح في صفوف قوات العدو خلال اشتباكات من مسافة صفر غرب معسكر جبالية شمالية قطاع غزة، فيما أكدت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا صهيونية في منطقة القصصيب وسط مخيم جبلية. وفي تطورات الوضع في الأراضي اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بدء عملية برية محدودة جنوب لبنان، مطالبا سكان نحو 25 بلدة وقرية بالجنوب مغادرتها والتوجه إلى شمال نهر الأولية. في الأثناء واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على عدد من البلدات في جنوب لبنان بعد ليلة من القصف العنيف تركزت على ضاحية بيروت الجنوبية. ما
من جهتها ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى أسفرت عن أضرار كبيرة في الممتلكات دون تسجيل إصابات. وردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، قصف حزب الله تجمعا لآليات وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية بمستوطنة كفر فراديمة وعددا من البلدات شمال حيفا. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن مساء اليوم النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية. مشاركة هامة للنساء في يوم الاقتراع وتسجيل عدد من الإخلالات لا ترتقي إلى جرائم انتخابية وفق منظمات المجتمع المدنية المعنية بمراقبة يوم الاقتراع. تحركات احتجاجية اليوم في تونس إحياء للذكرى السنوية لطوفان الأقصى ودعما لعمال فلسطين في اليوم العالمي للعمل اللائق. وفي الذكرى الأولى للحرب على غزة، الاحتلال الصهيوني يكثف قصفه على القطاع والمقاومة تكبد العدو المزيد من الخسائر. وتتابعون الآن على موجات الإذاعة الوطنية تقريراً بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى وحرب الإبادة الصهيونية في غزة وما رافقها من تداعيات ميدانية وسياسية، من أعداد وتقديم نجيب جنات. لم تشهد البشرية على مدار تاريخها الطويل حرب إبادة أكثر وحشية وبشاعة من حرب الإبادة الصهيونية التي انطلقت أولى شراراتها في مثل هذا اليوم من السنة الماضية في كامل قطاع غزة، وامتد فتيلها إلى الضفة الغربية المحتلة مخلفة حصيلة مروعة من الضحايا فاقت 41 ألف شهيد وأكثر من 91 ألف جريح وأعدادا لا تحصى من المفقودين ودمارا رهيبا يفوق الوصف. حرب مدمرة كانت في منطلقاتها ردا انتقاميا من الكيان المحتل على عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب الشهيد عز الدين القسام على المستوطنات والمعابر والمعاقل الإسرائيلية على نحو ملحمي غير مسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية. عملية بطولية مثلت تحولا استراتيجيا في مسار المقاومة، مثل ما عبر عن ذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتالته أيادي الغدر الصهيونية في 31 من جويلية الماضي. لماذا كان طوفان الأقصى هذا التحور الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد؟ وإجابة على ذلك أقول هناك ثلاثة تطورات سبقت طوفان الأقصى. التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى وتهويد الضفة الغربية واستمرار حصار غزة. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع. اغتيال اسماعيل هنية سبقه اغتيال نائبه ومؤسس كتائب القسام صالح العروري في 2 جانفي الماضي بشكل كشف نوايا الكيان الصهيوني في تصفية رموز المقاومة. المجازر كانت يومية وبشعة، بلغت ذروة توحشها ليلة 17 من أكتوبر الماضي عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية المستشفى المعمداني في حي الزيتون مخلفة 500 شهيد، لتصبح حرب إبادة شاملة لا تستثني أحدا من كبار السن إلى الأطفال والنساء وكل الطواقم الطبية والصحفيين. حرب اعتبرها الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة امتدادا لمسار طويل من المقاومة في مواجهة القهر والظلم. أن طوفان الأقصى لم يكن بداية التاريخ لعملنا المقاوم ولا لعدوان الاحتلال، بل مثل الانفجار في وجه العدو لما سبقه من عقود قهر وظلم وطغيان. في مواجهة هذه الحرب المشينة لم تدخر المقاومة جهدا أو قطرة دم، وخاضت معارك فاصلة في المدن والمخيمات، وأكدت أن طوفان الأقصى محطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية على نحو ما يقول المحلل الفلسطيني سليمان بشارات. أبرز القضايا التي يمكن أن تسجل حول موضوع هذه الحرب وعام على الإبادة أن القانون الدولي لا يلتزم
يلتفت إلى القضايا التي تمس العرب وتمس الفلسطينيين. والأمر الثاني وهو السياسة الدولية المتمثلة باحتكار الولايات المتحدة الأمريكية للمواقف السياسية الدولية، والتي هي أيضا وفرت غطاء كاملا لهروب الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة ومن الملاحقة. الحرب في غزة بكل مشاهدها الصادمة روعت الضمائر الحية في العالم، وخلفت ردود أفعال مستنكرة في الشرق والغرب، وأفرزت تحولات جذرية في اتجاهات الرأي العام الدولي، ولاح ذلك واضحا في المظاهرات التي عمت شوارع العواصم العربية والغربية، وفي اعتصامات الطلبة في أكبر وأرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية، خاصة عندما تداولت وسائل الإعلام مظاهر الجوع والعطش والأوبئة التي فتكت بالفلسطينيين في كامل قطاع غزة من أقصى شماله إلى عمق مدينة رفح. لكن رغم هذا الحراك المؤيد للشعب الفلسطيني، خابت المساعي والجهود الدبلوماسية تحت سقف مجلس الأمن وفي كل مسارات المفاوضات بسبب تباين المواقف وازدواجية المعايير، وبالخصوص سطوة الفيتو الأمريكي. وهكذا اتضح عجز العالم وهشاشة المواثيق والقوانين الدولية في مواجهة هذا الجبروت، رغم الجهود التي قادتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية والاعترافات الأوروبية المتتالية بالدولة الفلسطينية المستقلة. فشل ذريع يقول عنه أستاذ القانون الدولي العام عبد المجيد العبدلي. المجتمع الدولي لماذا أخفق أمام الكيان الصهيوني؟ لأن هذا الكيان في حد ذاته هو غير شرعي، هو خارج القانون الدولي، وبالتالي فهو لا يطبق قواعد القانون الدولي ويترك بدون عقاب. لماذا؟ لأن هناك قوى عظمى خلقت هذا الكيان. حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة فتحت المجال أمام جبهات مقاومة أخرى، خاصة في جنوب لبنان، بعد أن أصبح مسرح صراع بين حزب الله وجيش الاحتلال الذي شن منذ أسابيع عدوانا واسعا على الجنوب الصامد، مستهدفا حزب الله وقياداته وفي مقدمتهم أمينه العام حسن نصر الله الذي استشهد تحت وطأة غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من سبتمبر الماضي، ومن قبله عدد من القياديين البارزين مثل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل وإبراهيم قبيسي وغيرهم. استشهد حسن نصر الله بعد رحلة مقاومة طويلة وخطابات مؤثرة، كان آخرها خطابه قبل اغتياله ببضعة أيام، كأنه يودع العالم والحياة. الشكر لكل من بادر في نقل جريح، الشكر لكل الناس، لأهلنا الطيبين في لبنان الذين تضامنوا وتعاطفوا وعبروا عن مشاعر صادقة بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والسياسية. ولأول مرة في تاريخ المنطقة أصبحت المواجهة معلنة بين الكيان الصهيوني وإيران، بعد مرحلة سادت فيها التهديدات المتبادلة إلى حين غرة أكتوبر الحالي، عندما شنت إيران هجوما صاروخيا واسعا على عدة مناطق داخل الكيان المحتل، ردا على اغتيال الشهيدين إسماعيل هنية وحسن نصر الله. وقبل ذلك كانت إيران قد شنت هجوما بالمسيرات في 13 من أبريل الماضي، ردت عليه إسرائيل بقصف مدينة إصفهان في 19 من نفس الشهر، وهو ما يثير مخاوف جدية في العالم من احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق طويلة الأمد بين الطرفين من شأنها أن تلتهم المنطقة بأسرها. من جبهتي غزة ولبنان دخل الحوثيون في اليمن معترك المقاومة، ومنعوا بالقوة مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر، وقصفوا الكيان المحتل بالصواريخ والمسيرات، ونالهم بدورهم الانتقام والرد العاصف من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل. وكذلك فعلت المقاومة الإسلامية في العراق التي ساندت غزة وأكدت أن الحرب لها موازين أخرى. عام يمر على طوفان الأقصى وعلى أقذر وأبشع حرب إبادة صهيونية في التاريخ، في ظل الكثير من التحولات التي غيرت المشهد في المنطقة وطرحت أسئلة وتحديات حول مستقبل المقاومة على كافة الجبهات، من حدود غزة والضفة الغربية إلى جنوب لبنان وتخوم اليمن والعراق وسوريا، في منعرج هو الأخطر في الشرق الأوسط. الإذاعة الوطنية متعة.